بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنحل مجموعة من نماذج الوزارة، مجموعة امتحانات من نماذج الوزارة او مجموعة اسئلة. طبعا ان شاء الله بإذن الله الامتحان لا يخرج عن هذه الاسئلة، يعني ان شاء الله كل أسئلة الامتحان هتبقى موجودة في الأسئلة اللي هنحلها النهاردة. دي نماذج الوزارة. طبعا الامتحان عبارة عن مجموعة من الأسئلة زي read the following passage، يعني عندنا قطعة نقراها ونحل عليها، عندنا choose اختر، عندنا match توصيل، عندنا read and fill in the gaps اقرأ واملأ الفراغات، عندنا طبعا باراجراف بنكون جمل على موضوع هو بيطلبه منا في الامتحان. طبعا دي كده أسئلة الامتحان. عدد الأسئلة لا يتجاوز 15 سؤال. الدرجة الكلية للاختبار 30 درجة، كل جزئية من الاختبار بدرجة واحدة فقط. طبعا كلها أسئلة سهلة، كلها أسئلة من المنهج، يعني لو حافظين الكلمات كويس جدا، فاهمين الدروس اللي عندكم في المنهج هتحلوا بكل سهولة. وعلشان ما اطولش عليكم في الفيديو، انا طبعا حليت كل الأسئلة اللي جت من نماذج الوزارة، كلها أسئلة سهلة جدا. وعلشان ما اطولش عليكم في الفيديو، فانا هصور الحل، يعني الفيديو هيبقى عبارة عن تصوير حل الأسئلة، يعني مش هقرا الأسئلة، أنا هصور الحل. طبعا هي كلها جمل سهلة، كلها أسئلة سهلة. فطبعا دي كده مجموعة من الأسئلة موجودة في كل المكتبات، أتمنى إن انتوا تجيبوها وتحلوها قبل الامتحان وتراجعوا إجاباتكم من الفيديو ده. فأنا هصور حل الأسئلة بحيث لو في حاجة انتوا مش متأكدين منها تراجعوها من الفيديو. ونبدأ بأول صفحة. دي أول صفحة. طبعا أول سؤال عبارة عن read and choose، اقرأ واختر. لازم نقرأ الجملة كويس جدا ونترجمها ونفهمها علشان نختار الإجابة الصحيحة. معانا كده لكل صفحة حوالي دقيقة بحيث يعني تراجعوا إجاباتكم. طبعا هو مجمع أسئلة اختر لوحدها، ماتش لوحدها، القطع لوحدها، الباراجراف برضو لوحده، كل نوع من الأسئلة مجمع. دي كده أول صفحة. نشوف تاني صفحة. دي تاني صفحة في تشوز اختر. طبعا المفروض كل واحد يختبر نفسه الأول ويحل لوحده، وبعد كده تراجع الإجابة من الفيديو. كل واحد يختبر قدراته في الحل. نشوف الصفحة اللي بعد كده. نشوف الصفحة اللي بعد كده. ما زلنا في سؤال تشوز اختر. يبقى أول سؤال تشوز اختر، بنختار الإجابة الصحيحة. نشوف الصفحة اللي بعد كده. دي آخر صفحة في اختر. طبعا انا لو قريت كل الجمل دي كل الاسئله دي بقى هنطول جدا في الفيديو، فانا حليت الاسئله وقلت اصورها كده بسرعه بحيث ما اطولش عليكم في الفيديو، يعني تتاكدوا من اجاباتكم. نشوف بقى السؤال التاني.
السؤال التاني عبارة عن ماتش وصل، بنشوف كل جملتين وبنوصلهم ببعض على حسب المينينج، يعني على حسب المعنى. بنقرأ الجمل ونشوف ايه الجملة المناسبة في الأرقام، بنوصل كل رقم بالجملة المناسبة من الحروف. يعني مثلا بنقرا نمبر 1 ونشوف ايه اللتر المناسب مع نمبر 1 ونوصلهم ببعض، نمبر 1 بلتر اي، نمبر 2 بلتر دي، وهكذا. نشوف الصفحة اللي بعد كده، ماتش برضو، نجمع كل أسئلة التوصيل ورا بعض. نشوف الصفحة اللي بعد كده، ماتش برضه، لازم نقرا الجمل ونترجمها ونفهمها علشان نبقى عارفين هنوصل كل جملة في لتر ايه بأنهي جملة في لتر بي. لازم نقرا ونفهم الجمل علشان نوصل صح. نشوف الصفحة اللي بعد كده، نشوف الصفحة اللي بعد كده برضو، ماتش توصيل، بنوصل الجمل ببعض على حسب المعنى. يعني احنا لو حافظين الكلمات وفاهمين الدروس اللي علينا في المنهج بنوصل صح. نشوف الصفحة اللي بعد كده، بعد كده آخر سؤال في ماتش وصل. بعد كده السؤال الثالث عبارة عن باراجراف، بيجيب لي صورة، بيجيب لي اسم الموضوع اللي هنتكلم فيه، بيجيب لي كلمات عن الموضوع، بندخل كل كلمة في جملة، كلها من الدروس اللي أخدناها في المنهج. هو الموضوع جيب لي عنوان الموضوع stay safe online، جيب لي الكلمات اللي نستخدمها في الجمل strong password only friends safe websites till an adult. كده كوننا جمل. نشوف اللي بعد كده، الموضوع التاني stop air pollution، توقف تلوث الهواء. الموضوع اللي بعد كده pros and cons of cell phones، يعني مزايا وعيوب التلفونات أو الهواتف المحمولة. تالت موضوع helping our environment، مساعدة بيئتنا، البيئة اللي احنا عايشين فيها. كل موضوع في مجموعة من الكلمات، بنستخدم الكلمات في تكوين الجمل. بندخل كل كلمة في جملة، برضو كلها موضوعات مرت علينا في المنهج. بنكون الجمل بالعربي وبعد كده نحولها انجلش، يعني كل واحد كده بيكون الجمل بالعربي الأول وبعد كده يحولها انجلش، تبقى جمل سهلة وبسيطة ونستخدم فيها الكلمات الاسترشادية اللي هو بيجيبها تحت عنوان الباراجراف. نشوف الصفحة اللي بعد كده، رود سيفتي، أمان الطريق. الموضوع اللي بعد كده أونلاين بولينج، التنمر الإلكتروني. بعد كده ماي فيرست داي آت جريد فور، يومي الأول في الصف الرابع.
نشوف الصفحة اللي بعد كده. What I did at the weekend، ماذا فعلت في عطلة الأسبوع أو نهاية الأسبوع، أجازة آخر الأسبوع. الموضوع اللي بعد كده هاو أي سيلبريت شم النسيم، كيف أحتفل بشم النسيم. بعد كده ماي جراند باز سبيشال بيرث دي بارتي، حفلة مميزة لجدي، حفلة عيد ميلاد خاصة أو مميزة لجدي. كلها موضوعات سهلة وبسيطة، يعني بنكون جمل تبقى كلها كلمات احنا حافظينها ومرت علينا في المنهج وحافظينها نطق وسبيلنج علشان نكتبها صح. بعد كده my dad's box of memories، يعني صندوق الذكريات لأبي. an oasis in Egypt، واحة في مصر. بعد كده come to my party، يعني ائتي الى حفلتي او تعالى الى حفلتي. نشوف السؤال اللي بعد كده. بعد كده سؤال الترتيب، ترتيب الجمل، بنرتب الجمل. طبعا انا كاتبة الارقام، كل جملة مرقماها فوق الجملة نفسها. يعني مثلا الجملة الاولى انا رتبت الارقام، يعني هتبقى ترتيبها كالاتي: the children are cleaning up the trash. حسب الارقام كل جملة انا مرقمة الارقام فوقها. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده برضو ترتيب، بعد كده عندنا آخر جملة فوق في الترتيب. بعد سؤال الترتيب عندنا سؤال الباسج، القطع بنقراها ونترجمها ونفهمها علشان نحل صح. بجيب له نوعين من الأسئلة على القطعة، أول نوع true or false، صح أو خطأ. تاني نوع answer the following questions، يعني أجب عن الأسئلة الآتية. يبقى أول سؤال true or false، تاني سؤال بنقرا السؤال ونترجمه وبنستخرج الإجابة من القطعة. إجابة السؤال الرابع أنا حددته في القطعة اللي عندي كلمة people. إجابة السؤال الخامس من أول آدم اللي عندي كلمة homework. القطعة التانية أول سؤال في تشوز هيبقى the weekend. طبعا حددت إجابة السؤالين اللي ورا، دي كده إجابة السؤال الرابع ودي إجابة السؤال الخامس. عندنا برضو هنا حللنا true or false، السؤالين دول يا حبايبي تومورو إجابة السؤال الرابع ودي إجابة السؤال الخامس number 5. بعد كده برضو محدد الإجابات في القطعة، وعندنا برضو هنا حدد الإجابات في القطعة. بس هنا هنبدأ الإجابة بيكوز، هنقول بيكوز وبعد كده نكمل عند كلمة feel sick. إجابة السؤال الخامس من أول هنا عند كلمة air. بعد كده نشوف الصفحة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده read and fill in the gaps with words from the list، يعني بنقرأ ونملأ الفراغات من الكلمات اللي تبقى موجودة فوق. برضو بنقرأ ونترجم علشان نختار صح. بنرقم الكلمة ونكتبها في النقط، يبقى في الامتحان بنرقم الكلمات ونكتبها في النقط. بعد كده
تمام. بعد السؤال ده بيبقى عندنا اخر سؤال في ورقة الامتحان، علامات الترقيم. بيبقى بنكتويت ذا فولوينج، يعني رقم الآتي، يعني الحاجات اللي بتبقى ناقصة في الجملة بنكملها. أول حرف لازم ينزل في الجملة كابيتال. لو في مثلا عندنا اسم ولد أو اسم بنت، أول حرف كابيتال. أيام الأسبوع أول حرف كابيتال. أيام الشهور أول حرف كابيتال. الألقاب زي مستر دكتور أول حرف كابيتال. المواد الدراسية أول حرف كابيتال. ولو الجملة عبارة عن جملة بتبدأ بفعل يبقى في الآخر فول ستوب. لو سؤال بيبدأ بكلمة استفهام أو فعل مساعد يبقى في الآخر علامة استفهام. بكده يا حبايبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أتمنى إن شاء الله تجتازوا الامتحان بجدارة. أتمنى تحصلوا على الدرجات النهائية في الامتحان. أتمنى لكم التوفيق طبعا. وإن شاء الله في الأجازة هنزل محتوى تاني على القناة، محتوى جميل جدا إن شاء الله تستفيدوا منه كتير. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.